شكرا ليك نشوى الشريف. اهلا بكم مشاهدينا من جديد والى هذه الفقره الحواريه. موضوعين مهمين جدا محتاج ان انا اناقشهم مع الكاتب الصحفي والبرلماني الاستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريده الاسبوع. برحب بحضرتك معنا. اهلا وسهلا. قانون الاعلام والصحافه الموحد مبروك انتهى اخيرا. انا عايز اقول ان الفضل يعود في البدايه للمستشار احمد الزند. تمام. وزير العدل السابق اللي الحقيقة بذل جهد كبير جدا، واستمر السيد وزير العدل الحالي من بعد هذا الجهد أيضا والسيد وزير التخطيط. وطبعا دول قعدوا مع زملائنا من الصحفيين ولجنة الخمسين، وأنا الحقيقة حضرت أحد هذه الاجتماعات، وكان المطلب هو الإسراع بالتنفيذ. الحقيقة الحكومة خدت القانون ووافقت عليه يوم الاثنين الماضي، وحيرسل إلى مجلس الدولة يوم الأحد، في شوية تعديلات اتعملت، وحيرجع لنا من مجلس الدولة خلال الأيام بعدها. تعديلات في المضمون ولا تعديلات في الشكل القانوني؟ بعض الأمور متعلقة بالشكل القانوني، بعض الأمور متعلقة ببعض المواد تظبيطها وكده يعني، إنما حيرجع لنا في المجلس وسيناقش باستفاضة في لجنة الإعلام، وسنفتح الباب للاستماع إلى وجهات نظر زملائنا من الصحفيين والإعلاميين، ثم بعد ذلك يروح لجنة تشريعية ويجي لنا بعد كده على الجلسة العامة لنصدره. وأنا الحقيقة شفت النهاردة تصريحات لبعض الناس بيقولوا احتمال ما يتمش في دور الانعقاد الحالي. أنا بعتقد أنه القانون وأهميته تستوجب أن احنا نصدره في هذه الفترة. يمكن يحتل القانون فترة زمنية في خلال شهر رمضان، وهتبقى في جلسات وحنناقش هذا القانون بحيث أن احنا نصدره على الوجه الأكمل. في ثلاث مواد أهمين وأساسيين، اللي هي بالترجم المواد الدستورية 211 ل 213 المتعلقة بشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام. حتى الآن مشروع القانون اللي جاينا مثلا بيقول أن مجلس النواب يختار ثلاثة من غير أعضائه، نقابة الصحفيين تختار ثلاثة من غير أعضائها، حماية المستهلك يختار واحد، المجلس الأعلى للجامعات يختار واحد، وهكذا الحال. هيبقى تقريبا المجلس حوالي تقريبا 12 او 15 من الاعضاء، في وكذلك الحال بالنسبه للهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاعلام. ورئيس الجمهوريه هو الذي يختار رئيس المجالس الثلاث. يعني جوه كل مجلس مجموعه من الاعضاء، جوه كل هيئه اظن، جوه كل هيئه تختارهم، مجموعه من الاعضاء تختارها جهات مختلفه. ده مشروع القانون اللي جينا. نعم. ورئيس الجمهورية هو الذي يختار رئيس المجلس، سواء كان المجلس الأعلى أو الهيئة الوطنية للصحافة أو الهيئة الوطنية للإعلام. ومحدد مشروع القانون مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، محدد الهيئة الوطنية للصحافة اللي هتبقى مسؤولة عن إدارة الصحافة القومية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيبقى مسؤول عن الصحافة والإعلام وفق ضوابط محددة ومهام محددة. كذلك إذن هو كيان كبير ينبثق منه كيانين، الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، لهم ثلاثة رؤساء، رئيس مجلس أعلى للإعلام، ثم رئيس هيئة وطنية للإعلام، ثم رئيس هيئة وطنية يعينهم السيد رئيس الجمهورية للصحافة، يعينهم السيد رئيس الجمهورية. نعم. جوه كل هيئة مجموعة من الأعضاء بتشترك معاها البرلمان، هيئات متعددة تمثل بأعضاء غير الأعضاء الموجودين. يعني مجلس نقابة الصحفيين لا يجوز له القانون أن يعني يعين في هذا المجلس احدا من اعضاء مجلس النقابه، ولكن يعين ثلاثه من المشتغلين بمهنه الصحافه. وقس على ذلك. والى اي مدى قناعاتك الشخصيه ورضائك عن هذا القانون؟ لا، الحقيقه مساله التقسيم بهذا الشكل انا ضدها. انا مع ان السيد رئيس الجمهوريه كما كان الحال دائما في المجلس الاعلى للصحافه يتولى هو بنفسه تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام. في تقديري سيكون ذلك أفضل بكثير جدا من مسألة الكوتا اللي احنا هنقسم، أنت ما تعرفش مين هيجيب مين، ما هي المزاجات الشخصية اللي هتتدخل، في أشياء كثيرة جدا الحقيقة، في خلافات كثيرة سوف تنشأ، لكن الأفضل احنا طول عمرنا المجلس الأعلى للصحافة يعينه السيد رئيس الجمهورية بقرار جمهوري. مجلس الإعلام الوطني الموحد في فرنسا بيعينه الرئيس الفرنسي من رئيسه إلى كل الأعضاء. فمسألة التقسيمة دي أنا شخصيا
شايف انها غير مجديه. ومن يتقدم بالترشيحات للرئاسه؟ لا، ما هو كل الهيئات بتقدم. كل الهيئات بتقدم، الهيئات المعنيه دي بتقدم، والرئيس يختار في نهايه الامر. بما فيهم مجلس النواب. بما فيهم مجلس النواب. وكذلك الحال نقابه الصحفيين والمؤسسات الاخرى التي نص عليها القانون. عليها ان تتقدم بالترشيحات الى السيد رئيس الجمهوريه، وسيد رئيس الجمهوريه هو الذي يختار ويصدر القرار. كده المجلس الاعلى بقى للصحافه السابق ده خلاص انتهى. انتهى. يعني هو اصلا انتهى من 2 يناير. ولكن صدر له قرار بتسيير الاعمال. وده ترتب عليه بقاء المؤسسات الصحفيه القوميه بنفس هياكلها، رغم ان رؤساء مجالس الاداره انتهت مدتهم مثلا من يناير. ورؤساء التحرير هتنتهي مدتهم في 30 يونيو. فالاسراع بتشكيل هذه الهيئات الثلاث انا بعتقد انه هينقذ مهنه الصحافه وسينقذ مهنه الاعلام. وهم هيكونوا المسؤولين بعد كده اعضاء هذه الهيئه عن اداره شؤون الاعلام في مصر بقى بشقيه. بالتأكيد. خاص وعام، اذاعي وتلفزيوني والصحافه المقروءه والالكترونيه. والقانون ايضا القانون سينظم يعني ما بين ضمانات الحريه والمسؤوليه المجتمعيه. حضرتك اطلعت على التفاصيل القانون؟ بتشوف ان هو فعلا هينظم هذه المساله؟ يعني شوف، انا مش عايز ادلي برايي مسبق، لكن انا عايز اقول ان في لجنه الاعلام طبعا احنا هنعتبر انه الصيغه العامه صيغه اساسيه من خلالها يجري، اذا كان في ما يستوجب التعديل هنعدله، اذا كان في ما يستوجب التخفيف من بعض الشروط هنخففه، اذا كان في ما يستوجب ايضا اجراءات وصياغات افضل هنعمله. انما انا عايز اتكلم بمشكله العقوبات. يعني في انا عندي في الدستور، الدستور بيضمن حريه الصحافه وحريه التعبير وغير ذلك من الامور. بعض الزملاء بيقولوا اسقاط عقوبه الحبس نهائيا في كل الامور. طيب انا عندي دستور بيجازي بالحبس، عقوبه الحبس في القضايا المتعلقه بالتحريض على العنف والارهاب وايضا التدخل في الحياه الخاصه، وطول عمرنا في الصحافة بنعتبر أن هاتين القضيتين أساسيتين، الحبس وجوبي فيهم. تمام. هناك من لا يفرق أو من لا يعرف التفرقة بين التحريض والحياة الخاصة وبين حرية الرأي والتعبير. لا، أنا ده بيحدده قانون العقوبات استنادا إلى الدستور، وبالتأكيد ده مرجعيته إلى القاضي. يعني أنا رايح أشتكي للقاضي وأقول له أن حرمة حياتي الخاصة انتهكت، أقدم الدليل على ذلك. إذا اقتنع به القاضي بالتأكيد حيدي الحكم. إذا لم يقتنع بالتأكيد حيدي براءة، وكذلك الحال بالنسبة للأمور الأخرى. يعني الفصل هنا ليس لشيوخ المهنة أو للهيئات، الفصل هنا للقضاء. في الصياغة القانونية والقاضي يطبق وفقا للقانون وروح القانون بالأساس. إذا وجد ما يستدعي البراءة حيدي براءة، إذا وجد ما يستدعي العقوبة حيدي العقوبة. ده طبيعي. إذا عقوبة الحبس هتكون موجودة في الحالتين دول فقط حسب الدستور، الدستور نص على ذلك وده بيحدده قانون العقوبات بالأساس. هل لكم في البرلمان أن تعملوا على تعديل هذا الأمر ولا لا؟ لا، يعني مش هنقدر نعدل بما يناقض الدستور بالتأكيد. لكن فيما عدا ذلك لو في حاجة تستدعي أن احنا نعدلها لا تتناقض مع الدستور بالتأكيد قد تطرح اقتراحات بهذا الشكل. دلوقتي بقى لما تبقى في بقى الهيئات اللي موجودة ديت والناس كلها في المجال الإعلامي والصحفي عاقدين عليها أمال كبيرة جدا لتنظيم شؤون المهنة، ممكن يشتبكوا مع نقابة الصحفيين ولا مش هيبقى في اشتباك ومع ما يحدث حاليا في نقابة الصحفيين ولا لا؟ هو دلوقتي على فكرة في اشتباكات حصلت داخل القاعة. عادل كانوا حاضرين النهارده. استاذن حضرتك بس في فيديوهات وصلت لنا، ارجو بس ان احنا يعني نبدا، ممكن استاذنك نذيع الفيديوهات ونرجع نسمع التعليق من الكاتب ورايه الحقيقه في هذه الازمه بالتفصيل. يا جماعه لازم نعمل اليوم افساد جمعكم، ولازم نعمل اليوم افساد جمعكم. Yeah.
هو اللي واضح ليا من الفيديو ان في مشادات بشكل او باخر، او في نوع من انواع يعني ان انا اعمل خلاف او ازكي خلاف واعمل دوشه عليه، يعني انا مش قادر احدد بالظبط اكتر من كده. استاذ مصطفى، علشان ما بقاش بتكلم انا بشكل تعليقا فيه على فيديو او صوره مش كامله ليا او مش واضحه، بس الازمه النهارده بتاعت نقابه الصحفيين واللي حاصل في الجمعيه العموميه من مشادات او من محاوله الهاب حماس الحاضرين بتوجيه راي معين، حضرتك شايف الاتجاه في النهايه رايح ايجابي ولا سلبي؟ اولا دي مش جمعيه عموميه، ده 500 واحد ما بين نشطاء والناس تحت التدريب واعضاء الجمعيه العموميه. وانت عارف الجمعيه العموميه 9500، فدول لا يزيدوا عن 500 فيهم كل الفئات الثلاث. دي الزميله فاطمه الحاج كاتبه صحفيه مسكت ارادت انها تقول كلمتها، اشتبكت معاها الزميله حنان فكري عضو مجلس النقابه. النقيب بدل ما يديها الفرصه انها تتكلم قال ان في محاوله لافساد النقابه من مجرد زميله صحفيه عايزه تقول رايها يعني. فاذا بخالد البلشي يقف ويعمل كده اشاره لو واضحه وانزل الكل، انزل 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 انزل، هذه هي الديمقراطيه اللي موجوده داخل اللقاء اللي بيتم دلوقتي الحقيقه. وبعدين خرجوا مجموعه خارج المبنى وبداوا يرددوا هتافات معاديه الحقيقه، يعني ما كنا نتمنى ان تتحول نقابه الصحفيين الى ساحه للازمات والمشاكل والخناقات، ده الحقيقه ما نتمناهوش ابدا. وطول عمرها النقابه نقابه راي ونقابه فكر، والخلاف فيها واجب ووارد وطبيعي، كل انسان يقوم ويعبر عن رايه ويعبر عن افكاره. انما واضح انه في محاوله لتسييس القضيه، بمعنى انه القضيه خرجت عن كونها قانون بيتنفذ يجب الرضوخ اليه الى تصوير الامر على انه السلطه انتهكت النقابه والسلطه معاديه، ويطلع البعض يقول لك اقاله الوزير، ويعملوا امبارح او اول امبارح محاكمه لما اسموه بالوزير النيجاتيف، يعني حتى مش عايزين يقولوا وزير الداخليه، وزير النيجاتيف، يعملوا له محاكمه شعبيه تطالب باقالته وقس على ذلك. حضرتك بتعارض هذا الراي؟ طبعا طبعا، جمله وتفصيلا من البدايه من اول يوم. وبقول ان اللي حصل في النقابه ده قانون، وزاره الداخليه كان يتوجب ان تنفذ القانون، واحنا كلنا كصحفيين اول ناس بنحترم القانون والجماعه الوطنيه الصحفيه هي غير هذه الممارسه. انا امبارح يعني كنت في كفر الشيخ وقابلت زملائنا الصحفيين وعندهم وعي متقدم جدا ورؤية ناضجة، وحاسين ان المهنة لابد ان تنأى بنفسها عن اي صراعات داخلية او خارجية او غيره او غيره، وان احنا جزء من هذا الكيان الوطني وحريصين عليه وعلى حمايته وعلى استقراره وعلى امنه. انما اللي بيحصل النهاردة لا، اصحاب الرأي المخالف لرأي حضرتك بيقولوا ان هم متفقين مع مسألة القانون ينبغي ان يطبق، مختلفين مع الناحية الأدبية لفكرة دخول نقابة الصحفيين من قبل الأمن، قالوا أن ده سابقة لم تحدث ومن الناحية الأدبية لا يصح ولا يجوز. ولما قلت لهم أن النيابة العامة حقيقة أصدرت بيان، أنا بين اللي حضرتك الحوار نصا، النيابة العامة أصدرت بيان وقالت أن ما فيش حاجة بعد حرمة المسكن الخاص، وأن النقابة ما هياش حرمة طالما صدر قرار أو إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار سين وصاد فعلى القوات أو على الأمن أن ينفذ. قالوا في خلاف قانوني بهذا الأمر، وقالوا أن في ناس تانية ممكن تكون بتسافر وعليها أحكام أو عليها ضبط وإحضار، ليه الكيل بمكيالين؟ لا، أولا خلينا يعني ننحي الموضوع التاني جانبا، مش حاجة اسمها بيسافر إلا إذا كان أنا بضرب لحضرتك هكذا يفكر يعني. بس أنا بفتكر مثلا لو في شارع النقابة واحد لص خطف شنطة من واحدة ودخل النقابة، وفي باب تاني للنقابة وشرطي موجود، هل الشرطي هيقعد يتفرج منتظرا كذا، ولا دي وقع التلبس يخش ويقبض عليه ويقدمه؟ ده الطبيعي. ماشي، ده واحد. نمرة اتنين، النيابة العامة حسمت كل هذا الجدل بالبيان اللي صدر، قالت ان هي اللي ادت امر للشرطة بالاستمرار في التنفيذ، وان مبنى النقابة لا يستعصي على تنفيذ القانون، وليس هناك حرمة بعد حرمة المسكن الخاص. حرمة المسكن الخاص دي مسألة منتهية ومحسومة وبيدي بيها قرار النيابة، وده يقدر تدخل بالشكل ده، فما بالك في قرار في النيابة في تشاور تم مع نقيب الصحفيين، في اتنين مطلوب القبض عليهم من 19 ابريل
ودخلوا النقابة في ظروف غير طبيعية في تشاور تم مع نقيب طبعا السنة. وهو اعترف نفسه هو نفسه النقيب اعترف يوم السبت والحد كان في تشاور معه. فاللي أنا عايز أقوله يعني أنه كان يمكن لمجلس النقابة أن ينأى بنفسه وبينا كصحفيين عن كل الأزمة الموجودة دي. لكن للأسف هو هنا من يتحمل الموضوع حتى الكاتب الصحفي الكبير أيضا ونقيب الصحفيين الأسبق أستاذ مكرم محمد أحمد في حوار قال النقيب ومجلس النقابة من يتحمل هذا الموضوع طبعا بيتفق طبعا مع حضرتك طبعا من الناحية القانونية يتحمل النقيب ومجلس النقابة لو أنه في خمسة من أعضاء المجلس كان لهم موقف الأيام اللي فاتت تهددوا بتجميد عضويتهم ورفضوا تسييس القضية بهذا الشكل وطالبوا زملائهم بأنه يراجعوا مواقفهم أن احنا مش هنقعد نساعد في إشعال أزمة ونحن نعرف مسبباتها ومبرراتها ونعرف أن من هم داخل المجلس من يريدون إشعال النار. والدليل في كده الشارع المصري شارع في ناحية ومجلس النقابة في ناحية تانية. ما هو رأي الكاتب الصحفي والبرلماني المخضرم أستاذ مصطفى بكري في من وصف اجتماع الأهرام بشق الصف وما هو الحل بعد الفاصل؟ خليكم معايا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. هناك فريق من الصحفيين اعتقد بل عبر عن رأيه بوضوح بأن اجتماع الأهرام لمحاولة حل هذه الأزمة هو اجتماع لشق الصف. معي في استوديو عين على البرلمان الكاتب الصحفي والنائب المخضرم الأستاذ مصطفى بكري، برحب بحضرتك مجددا. أهلا بك. ناس وصفوا من الجماعة الصحفية حصل في الأهرام ده اجتماع لشق الصف الصحفي. يعني أولا الاجتماع اللي تم لأعضاء الجمعية العمومية وكان مفتوح لكل من يريد الحضور، وحضر خمسة من أعضاء مجلس النقابة، السبعة الآخرين ظنوا أو بعضهم ظن أنه ده بيمثل شق للصف وهذا غير حقيقي. هذه الجماعة الوطنية الصحفية أعضاء الجمعية العمومية اللي بجد وقعدوا وبيتكلموا في شأن المهنة، لا قالوا احنا شلنا فلان ولا شلنا علان، لكنهم هؤلاء هم الذين رأوا أن مبنى النقابة الآن فيه عناصر لا تسمح بدخول حد وإحدى الشخصيات. أستاذن حضرتك أستاذ مصطفى، بس في فيديو تاني ممكن نشوفه بعد إذن حضرتك، يعني في مشادة واضحة هنا. ده الكلام اللي احنا بنعرضه لحضراتكم مشاهدينا هذا منذ قليل، مشادة داخل نقابة الصحفيين، نستمع. دخل الدول Yeah.
طبعا هو اللي واضح لينا من الفيديو ان في مشادات بتحصل في النقابة ما بين الأستاذة حنان فكري عضو مجلس النقابة والأستاذة فاطمة الحاج الصحفية، وفي محاولات هنا وهناك لاحتواء الموقف. أعود مجددا لضيفي الكريم اللي كان بيتكلم عن الأهرام ومحاولة شق الصف كما قيل. حضرتك بترفض هذا؟ هذه ادعاءات كاذبة من نقيب الصحفيين للأسف، لأنه هو واخد موقف محدد ضد الآخرين وضد الجماعة الوطنية الصحفية، وإحنا شفنا كيف يتعامل مع زميلة صحفية لمجرد أنها بتعبر عن رأيها ودخلوا عليها، والأخت حنان فكري خطفت منها الميكروفون لأنه كان ممكن يسمح لها بأن تقول وجهة نظرها، حتى لو يعني أحد الحاضرين من جوه سمعين صوته بيقول فين الحرية. طب تسيبه، دي زميلة موجودة في الجمعية العمومية أو في اجتماع لا يساوي حتى يعني ربع أو بالكاد أقل شوية من الاجتماع اللي فات، 500 واحد نشطاء على تحت التدريب على صحفيين، ومع ذلك مش قادرين يسمعوا زميلة بتقوم بتعبر عن رأيها بهذه الطريقة. فأنا بعتقد أنه اللي حصل في الأهرام وحيحصل زيه في وكالة أنباء الشرق الأوسط هو محاولة للجماعة الصحفية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، هو سعي دؤوب لعزل هذا المجلس. هذا المجلس أولى به أن يستقيل الحقيقة بعد الأزمة وتفاقمها، وبعد كمان ما زال مستمرا. يعني النهاردة أحياء اللاش بيقول لك ما فيش تقدم. طب ما اللجنة اللي جت لكم من مجلس النواب، كنت لسه أسأل حضرتك لجنة الإعلام والدور اللي قامت بيه، قدمت تقرير وتكلمت فيه على أن الأزمة قانونية، وأي حد يقول غير كده يقول لنا طيب الموضوع إزاي. هذه أزمة قانونية استهدفت تنفيذ القانون، لكن نقيب الصحفيين ومعه مجموعة من أعضاء المجلس وللأسف بعض الصحفيين الآخرين اللي في مؤسسات أخرى أرادوا إشعال فتيل المعركة وفتيل الحرب، وكأننا أمام مسألة الحقيقة تستهدف زيادة حدة الاحتقان والصدام مع الدولة وفتح الطريق لأحزاب وقوى أخرى مناوئة. يعني أبو الغر رايح يعمل إيه؟ هو خالد علي رايح يعمل إيه؟ هذه ناس لها فكرها المناوئ ومنامينة وغيرها. الخروج برا العمل النقابي هنا طبعا عن دوره النقابي، احنا طول عمرنا احنا دخلنا في أزمة سنة 95 قانون 93 سنة 95 وأدارنا الأزمة بشكل محترم. أدارها نقيب صحفيين في الوقت ده إبراهيم نافع والأستاذ جلال عيسى على وجه التحديد، إدارة محترمة جدا، وتواصلنا مع الدولة المصرية، وأنا قمت يومها للرئيس الأسبق حسني مبارك واتكلمت على اللي بيحصل وقال لي وانتم مش على راسكم ريشه. قلت له نعم مش على راسنا ريشه، لكن حقنا في قانون يدافع عن حريتنا. وكلام الاستاذ جلال عيسى في الوقت ده كان كلام واضح ومحدد. الرئيس لم يجد بد في هذا الوقت من يقعد مع مجلس النقابه ونطلع القانون 96 سنه 96 اللي هو ما زلنا بنمشي بيه لغايه دلوقتي. اذن فن اداره الازمه بيحتاج لناس عقلاء، لناس يعني قلبهم على الدوله وقلبهم على الصحافه. لكن تاخدني انت وفيها في المجلس في عناصر مشبوهه، الاخ ده اللي بتاع لجنه الحريات اللي بيعمل تقارير مع منظمات مجتمع مدني بتمول من الخارج، كان سبب التقرير اللي صدر في 7 فبراير 2016 نظريته لجنه الحريات من قاب صحفيين، كان السبب الاساسي في ان مصر تبقى نمره 2 في اسوأ دوله بتعامل الصحافه، نمره 2. وده ظلم للدوله المصريه، احنا عارفين حجم حريه الصحافه. الرئيس بينتقد، الرئيس بيقال فيه ما في الخمر، ولم يذهب ليحرك ساكنا ولا رفع قضية على حد ولا أي حاجة. فالكلام عن أن مصر تقمع الحريات وتمنع حق الصحفيين في أن يعبروا عن رأيهم كلام ظلم. الكلام على أن الناس اللي مقبوض عليها في قضايا متعلقة بالإرهاب أو متعلقة بالانتماء لتنظيم محظور وخدت أحكام قضائية بالمؤبد أو غيره، تيجي أنت النهاردة تقول دول ضحايا الرأي في مصر، دول ضحايا قمع الصحافة؟ ازاي؟ هم اصلا ما فيش حد خد موقف ضد حرية التعبير ابدا. بعض الناس بتطالب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذه الرئيس الرئيس يجب ان ينقع عن نفسه في الموضوع. ما فيش ازمة، في قانون بيتنفذ، اللي مش عاجبه القانون يروح يحل مشكلته مع النيابة مش مع الداخلية او مع اي جهة اخرى. هذا قانون ينفذ. اللي بيحصل ده المشهد ده هو محاولة لتصعيد الازمة وزيادة الاحتقان المجتمعي في هذا الوقت، كأنها إشارة لقوى أخرى والإخوان في مقدمة. يعني أنت لو شفت
عناصر من الإخوان موجودة وبتشعل النار من داخلها، وفي توافق ما بين الإخوان وستة إبليس والثوريين المخربين دول كلهم مجموعة واحدة متوافقة، والهدف والضحية هي نقابة الصحفيين أو الصحفيين وشيطنة الصحفيين في نظر الرأي العام. احنا مش كده تصدير مشهد للصحافة العالمية طبعا، الصحفيين المصريين شرفاء وطنيين بيتمتعوا بحريتهم، الصحف موجودة والصحف الخاصة موجودة، اذا انت بتفتعل الأزمة لمصلحة مين؟ ما هي دي المشكلة، ان تصدير المشهد هنا للصحافة العالمية على ان مصر بيحصل في صحافتها انتهاك للحريات واقتحام لنقابتها من قبل قوات الأمن، ده بتشوف مين مسؤول عن هذه الصورة وتصديرها؟ هم المجموعات دي وبالذات المرتبطين بمنظمات مجتمع مدني تمول من الخارج. ما أنا بقول لك تقرير لجنة حرية نقابة الصحفيين طلع بالتوافق لأول مرة كده، ماضي عليه 5 من منظمات المجتمع المدني. طب اللي بيطلعوا تقارير دي نظير أموال بتأتيهم من الخارج، هيقولوا إيه غير مصر سيئة ومصر لا تعامل الصحافة بحرية وغير ذلك؟ جون كيري لما يطلع ويتكلم يقول نرفض إرهاب الصحفيين وتخويفهم، لما يطلع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ويقول الانتقادات الواسعة اللي قالها عما يحدث في مصر يبدي قلقه وغير ذلك، من أبدى قلقه ومن أبدى امتعاضه، هو طول الوقت بيبدي قلقه كلهم الحقيقة يعني لا يملك إلا إبداء القلق، وإحنا كمان قلقانين من وجوده وقلقانين من تدخله في الشؤون الداخلية المصرية، وإحنا بنقول للأمريكان وبنقول لبان كي مون وبنقول لكل حد دي بلدنا ومش هنسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية. وحسنا فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي انه نأى بنفسه عن هذا الموضوع تماما ولا يجب ان يدخل فيه ابدا، ولم يتحدث فيه اصلا او يشير اليه، وده الحقيقة موقف جيد ومستحسن جماهيريا من الناس ان السيد الرئيس فوق كل الخلافات دي، وبعدين هو ليس طرفا وكمان يعني موقف السيد وزير الداخلية من البداية قال والله انا ما عنديش مانع لما اسيء الفهم في البداية ما عنديش مانع نقعد معهم، هم اللي قالوا لا قالوا مش احنا بنرفض، لما تتضح المسائل ويطلع الاثنين الحراس يقول لك ما حصلش اقتحام ولا غيره ويطلع بيان النيابة العامة، ودلوقتي تيجي تقول انا عايز اقعد مع وزير الداخلية امبارح انت عامل له محاكمة، يعني كيف نفهم هذه الصورة الا انها محاولة لزيادة الاحتقان المجتمعي في هذا الوقت تحديدا. انت اثنين مطلوبين للعدالة بس الصحف ما التزمتش عن... من ناحية اخرى الصحف لم تلتزم لا 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 بتسويد الصفحات الاولى ما حدش التزم، وفي كثيرون ممن يعني تحدثوا، يعني انت شفت استاذ صلاح دياب طلع قال اعتذار محترم الحقيقة عن موقف المصريون في الفترة اللي فاتت، الزميل خالد صلاح طلع وقال انا يعني فهمت الصورة على غير شكلها الحقيقي، الأهرام صلحت موقفها، الأخبار وقس على ذلك، فالناس لما فهمت الصورة الحقيقة لأنه تم تصدير صورة مغلوطة من البداية أن الأمن دخل 40 واحد واقتحموا النقابة وكسروا مش عارف إيه وعملوا إيه، طلع الاثنين حراس قالوا غير كده خالص، اللي دخل كلهم 9 استأذنوا من الأمن فتحوا لهم كان يوم أجازة دخلوا دقايق وخدوها. أنت بتكلم النهاردة تقول المادة 70 من القانون وكذا، أولا لفتشوا ولا عملوا حاجة، طب أنا بقول لك بقى وأنا مقدم في ده أستاذ شريف طلب إحاطة عاجل، القانون 76 لسنة 1970 بتاع نقابة الصحفيين، القانون ده في أحد مواده المادة 37 بيقول لغاية دلوقتي ساري نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة شرط أساسي أن يكونوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي العربي حتى يمكن قبول عضويته. الاتحاد الاشتراكي لغاية دلوقتي بل القانون 45 لنقابة الأطباء يشترط أيضا عضوية الاتحاد الاشتراكي لأعضاء مجلس النقابة، وعشان كده أنا قدمت طلب إحاطة للحكومة وقلت لها تعالي قولي لي من ناحية الدستورية والقانونية إيه الكلام ده؟ ما واحدة من اثنين يتاخدونا وترجعوا بينا في زمن الاتحاد الاشتراكي العربي وراح دماغنا، يا إما ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل سواء في مجلس نقابة الأطباء أو مجلس نقابة الصحفيين أو غيرها من مجالس النقابات التي تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي ده باطل. وفي تنظيم أصلا يعني عشان حضرتك بس ذكرت موضوع الصحة، وفي تنظيم المستشفيات الجامعية أيضا بيشترط أن يكون أعضاء من الاتحاد الاشتراكي، يعني حتى في دي أنت لما أنا قريت القانونين الحقيقة يعني القانون يقول لك لابد إنه المؤسسات الصحفية تسعى من أجل تحقيق الأهداف الاشتراكية اللي طب مش موجود يعني لا ده دستوريا ولا في تنظيم سياسي اسمه الاتحاد الاشتراكي. طب انت اولى بك تخلص القانون ده، انت من سنة 70 عايز اتكلم مع حضرتك في النهاية، يعني دلوقتي احنا عايزين نهاية، عايزين مشهد الفينال يخلص ازاي؟ يخلص انه يفض هذا الاعتصام اللي موجود في النقابة
اللي عدد كبير منه من النشطاء يخض من تلقاء نفسه، تلقاء نفسه مجلس النقابة يصدر قرار ويخرج مجلس النقابة ويعتذر للرأي العام أنه أساء ووظف القضية توظيفا سياسيا، مجلس النقابة يعتذر للرأي العام وأنه خاضع خاضع للقانون وأن هناك تسترا قد جرى عن عمد مع اثنين مطلوبين للعدالة. بدون كده على بعد ما يعمل ده مجلس النقابة لازم يعلن استقالته لأنه لم يعد يصلح لإدارة الأزمة. وحيتك شفت النقيب قام خاطف الميكروفون من واحدة زميلة صحفية وقال لها أنت جاي تفسد الاجتماع لمجرد أنها بتعبر عن رأيها. هذا هو ما يجرى على ساحة النقابة. لكن فكرة بقى احتواء الموقف وجلوس وزارة الداخلية وزير الداخلية مع مجلس النقابة لحل المشكلة على أي أساس؟ يعني هيجلسوا مع بعض يقولوا إيه؟ أنت قلت أنا خلاص تنزلت عن موضوع إقالة الوزير، دي سلطة مجلس النواب مش سلطتك، وقلت خلاص أنا مش عايز اعتذار من رئيس الجمهورية، وما كانش في اعتذار أصلا هيجي لك، المفروض تخلص بقى تقول خلاص موضوع أنت، إنما أنت بتطالب بإنك تقعد معاهم هتقول لهم إيه؟ إيه المطلوب؟ ما انت خلاص قلت انا مش عايز كذا ومش عايز، طب هتقعد معاهم تقول لهم ايه؟ علشان الموضوع يتحل، يعني انا بتحالي عشان يبقى شكله فينال، يعني انتهى الموضوع وتم الصلح وخلاص كده خلصنا. الصلح دايما فيطلع شكل الصلح دايما بيبقى له شروط معينه ويبقى له تمهيد معين. هل ما يحدث في النقابه ده بيمهد لعلاقات سويه بين النقابه وبين مؤسسات الدوله؟ انا بعتقد ان المجلس ده حطينا في ازمه حقيقيه، وانا بقول المجلس مش النقابه، النقابه هي تعبير عن الجمعيه العموميه للصحفيين، انما المجلس ده مجموعه واللي موجودين دول حضرتك ما بتعتبرهمش جمعيه عموميه للصحفيين او لا يمثلوا جمعيه عموميه. فندم لازم 4000 ونص دول زملاء اعزاء وكل حاجه ولهم وجهه نظر نحترمها ونقدرها، انما الجمعيه العموميه 4000 ونص بس حتى هم هنا كمان مش متفقين. يعني لازم يا فندم تدخل وتمضي وتقدم الكارنيه واعتمد، واجي الساعة واحدة ولا الساعة اثنين اقول كملنا الجمعية العمومية او ما كملناش. انما اللي بيحصل ده الحقيقة يعني انتوا بتحكوا على مين؟ يعني بتحكوا علينا وبتحكوا على نفسكم. فالحقيقة يعني الازمة دي خدت اكتر من حقها. وارجو انه مجلس النقابة يعني ياخد موقف ويعلن استقالته، خلينا نبني النقابة بشكل تاني. لو لم تكن عضوا في البرلمان ولك رؤية سياسية وكنت فقط رئيس تحرير جريدة الأسبوع، كان ده برضه هيبقى رأيك؟ وأكتر من كده كمان. البرلمان مقيدني. وأكتر من كده. يعني البرلمان مش مأيدك في الرأي. لا طبعا. لا مش مقيدني. أيوه. يعني نعم. يعني أنا وافقت على إنه لجنة تروح وتقعد معاهم في لجنة الإعلام. إنما ما وصلتش النتيجة في الآخر. ما وصلتش النتيجة لأنه هو مش عايزين النتيجة، قال لك إدينا 48 ساعة نرد إذا كان ممكن نقعد مع حد ولا لأ. يعني محاولة ل تأجيل الأزمة وإحداث نوع من الاحتقان. طب ولا عدم ثقة؟ أدي النتيجة. لا ولا عدم ثقة. إحنا اللي ما بنثقش، إحنا اللي ما بنثقش الآن، هم إحنا اللي راح لهم زملاء نواب ولجنة رايحة، إنما إحنا ما بنثقش في سلوكهم بدليل إنه كل يوم بحاله زي ما أنت شايف النهاردة. طب ليه أنت عامل النهاردة؟ كنت متصور يجي لك 4000 ونص، ما جالكش حوالي 200 صحفي. يعني ألا يدعوك ذلك إلى أنك تراجع نفسك وتقول أنا لابد أن أكون مع الجماعة الوطنية الصحفية وأن أنا أنحي مثل هذه الخلافات والأزمات وأن أنا أعرب عن أسفي للشارع المصري اللي أنا سعيت أن أنا أخده إلى حالة من الاحتقان ضد الدولة المصرية؟ ما أنت فتحتها. شايف الرأي العام لسه بينظر لهذا الأمر بشيء من التعاطف مع قضية الصحفيين؟ لا، الرأي العام للأسف هم وصلوا الرأي العام يبقى ضدنا، ضد الجماعة التي تبنت مواقف وطنية ضد الإخوان وضد الفساد ودفعت عن الشارع وعن الشعب المصري. للأسف الناس أساءت فهم نتيجة للممارسة دي. لكن في يقيني أنه استقالة المجلس هتفتح الباب أمام اختيار أو انتخاب مجلس يكون مسؤولا، والمجلس ده يتبنى قضايا الصحفيين، خدمات الصحفيين، المشاكل المهنيه للصحفيين. دول ما بيعملوش حاجه، دول من يوم ما جم في مشاكل وخناقات مع الحريات، انه ما فيش حريات في البلد، انه ما يقوم بمجلس النقابه الان من محاوله للحشد او من محاوله للانتصار لموقفهم من الناحيه الادبيه، بعود مره تانية واكرر لان القصه القانونيه دي قصه منهيه وما فيش فيها كلام حتى بحكم المحكمه وبحكم النيابه، لكن من النواحي الادبيه هو ما يثير الجدل. تعتقد ان هم بيحاولوا كده بشكل أو بآخر في البقاء، يعني في النزع الأخير بيحاولوا يحافظوا على وجودهم، ولا اللي انت شفته ده دلوقتي ده آخر قوة ليهم، وفي نفس الوقت
من مصلحتهم إبقاء الأزمة مستمرة. لأن إبقاء الأزمة مستمرة هم موجودين، انتهاء الأزمة الجماعة الصحفية لن تسمح لهم بالاستمرار بأي حال من الأحوال. وأظن أن الجماعة الصحفية كمان هتلتقي خلال الأيام القادمة في وكالة أنباء الشرق الأوسط وعشان تقول رأيها وتعبر عن رأيها. وأنا بعتقد أنه أتمنى أن طلب الإحاطة اللي لم أقدمه في البرلمان من الناحية الدستورية والقانونية، احنا بننتظر رد الحكومة، وبالفعل ما بني على باطل فهو باطل. سريعا، لجنة القيم، ليه حضرتك اعتذرت عنها؟ ده آخر سؤال. لا، أنا واخد سياسة من البداية الحقيقة، من بداية المجلس لو ملاحظ حضرتك. أنا ما بدخلش أي لجان. ده حقيقي. بس ليه؟ يعني لا، أنا شايف يعني ممكن تفيد في قطاع معين. أنا شايف إن دوري كبرلماني متحرر وبأدي شغلي، أنا مقتنع بده دلوقتي. ولجنة، لكن ما فيش أي مشاكل ولا أنا النهاردة كنت مع الدكتور علي عبد العال وتأسفت له، قلت له أرجوك، أنا شاكر ثقة اللجنة العامة لكن أرجوك. قال لي لا، أنا مصمم على إنك تستمر. قلت له أنا مصمم إني مش هستمر وقتي، بس ما فيش مشاكل. لا ابدا، بالعكس خالص. دكتور علي عبد العال اخونا وحبيبنا، و بالمناسبه انا من اكتر الداعمين منه وبلدياتنا يا اخي. قابلت الدكتور علي عبد العال حياة شرفت، هيكون في مره ليا اتكلم فيها عن كيف قرات شخصيه رئيس مجلس النواب شخصية المصري. شخصيه جميله جدا. صحيح الدكتور علي عبد العال، شرفت ان انا قابلته سريعا كده من يومين وسلمت عليه، والشخصية هو بالفعل شخصية شديدة الاحترام وشديد التهذيب والمودة. كان في سؤال واحد بس سألته له، قلت له يعني أكثر ما تجده صعبا من وجهة نظرك بعد كم شهر من المجلس، جاوب بكلمة، قال لي العدد، ولنا في ذلك حديث. أشكرك شكرا جزيلا. شكراً. الكاتب الصحفي الكبير والبرلماني المخضرم أستاذ مصطفى بكري، شكرا على وجودك معنا. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا.